السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبائي طلبة الصف الثالث في درسنا اليوم في مادة التربية الإسلامية مجال الحديث الشريف بعنوان أعمل الصالحات الوحدة الثانية. هيا بنا يا أبنائي وبناتي لنشاهد علي وعائشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا علي. أنا سوف أذهب لأساعد أمي في إعداد المائدة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا عائشة، وأنا سوف أذهب لأصلي صلاة الظهر. ولم لا تصلي صلاة الظهر يا علي في المدرسة؟ فإن الصلاة على وقتها من أحب الأعمال إلى الله تعالى. كيف علمت ذلك يا عائشة إن الصلاة على وقتها من أحب الأعمال إلى الله تعالى؟ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. معنى الحديث الشريف يا علي إن الله سبحانه وتعالى من أحب الأعمال إلي الصلاة على وقتها، ولكي تثبت حبك لله تعالى حافظ على صلاتك في وقتها. هيا بنا نقرأ حديث الدرس. سوف أبدأ بالقراءة أولا ثم نردد الحديث. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. هيا لنردد يا أبنائي وبناتي. أحسنتم، بارك الله فيكم. ولكي نحافظ على الأعمال التي يحبها الله تعالى، هيا نحمل مع والدينا ونبحث عن برامج تذكرنا على الصلاة في وقتها ونحملها على جهاز الآيباد أو الهاتف. والعمل الثاني يا أصدقاء الذي يحبه الله تعالى هو بر الوالدين. ولكي نحافظ على ما يحبه الله تعالى ونثبت حبنا لله تعالى، يجب علينا أن نطيع والدينا دائما. إذن يا أحبائي، ومن العمل الثاني الذي يحبه الله سبحانه وتعالى هو برنا في والدينا. ومن الأعمال التي تدل على برنا لوالدينا تظهر باللون الأخضر، أما الأعمال التي تدل على عدم برنا لوالدينا ستظهر باللون الأحمر. أما العمل الثالث يا أصدقاء الذي يحبه الله تعالى في الحديث الشريف هو الجهاد في سبيل الله في نصرة الحق والمظلوم، كما فعل شهداؤنا الأبرار الذين جاهدوا بأنفسهم دفاعا عن وطننا الكويت الغالي، وجزاؤهم إن شاء الله الجنة. والعمل الثالث الذي يحبه الله سبحانه وتعالى هو الجهاد في سبيل الله، كما فعل أبناء الكويت وشهدائها الذين فدوا أموالهم وأرواحهم لوطننا الغالي الكويت. إذن يا أحبائي، بعدما تعرفنا على الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى، هيا بنا لنكمل حديث الدرس. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: هيا لنفكر. أحسنتم، الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: هيا. أحسنتم، ثم بر الوالدين. قال: ثم أي؟ هيا لنفكر. أحسنتم، الجهاد في سبيل الله. بارك الله فيكم أبنائي وبناتي. والآن أحبائي، انتهينا من درس أعمل الصالحات، وسوف نبدأ بالدرس الثاني أداوم على العمل الصالح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وأن أحب الأعمال
أدومها إلى الله وإن قل. بمعنى يا أصدقاء، إن ميزة الأعمال الصالحة التي يحبها الله سبحانه وتعالى المستمرة دون انقطاع، المداومة عليها دون انقطاع. بعدما تعرفنا يا أحبائي على أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، نتعرف اليوم أن أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى أدومها وإن قلت. هيا لنقرأ حديث الدرس. عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وأن أحب الأعمال أدومها إلى الله وإن قل. هيا نردد. أحسنتم، بارك الله فيكم يا أبنائي. هيا لنستمع لعبد الله وعائشة. ومن الأعمال الصالحة التي يحبها الله مثل الصدقات، بر الوالدين، ومساعدة المحتاجين، والصلاة المسنونة. والصلاة المسنونة التي كان يصليها قدوتنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، مثل صلاة الضحى وصلاة العيد. سوف نتعرف معي أصدقائي على أعمال أخرى يحبها الله تعالى. إذن هيا يا أبنائي وأحبائي لنفكر ونستنتج ما هي الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى. أحسنتم، قراءة القرآن الكريم، وأيضا هيا لنفكر. أحسنتم، رد الأمانات لأصحابها، وأيضا من المبدع والمبدعة التي تجاوب؟ أحسنتم، الصيام، وأيضا الرفق بالحيوان، بارك الله فيكم يا أبنائي. والآن يا أبنائي وبناتي لنتعرف على جزاء من يداوم على العمل الصالح. هيا نجلس بخشوع ونستمع للآيات القرآنية. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. في هذه الآيات الكريمة يا أصدقائي يخبرنا الله تعالى ويبشرنا أن من يعمل بوزن نملة صغيرة خيرا يرى ثوابه في الآخرة، ومن يعمل بوزن نملة صغيرة شرا يرى عقابه في الآخرة. إذن يا أبنائي وبناتي، ما جزاء من يداوم على العمل الصالح؟ هيا لنفكر. أحسنتم، بارك الله فيكم، الجنة جزاء من يداوم على العمل الصالح، بارك الله فيكم. وبهذا يا أبنائي وبناتي انتهينا من درسنا لهذا اليوم، ونلتقي إن شاء الله في حلقة أخرى ودرس آخر.